بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلاب في الصف الرابع. ضمن برنامج التعليم عن بعد في الهيئة التربوية التعليمية نأخذ درسنا الأول في الصف الرابع بعنوان التنوين رفعاً وجراً ونصباً. تعريف التنوين: التنوين هو زيادة نون ساكنة لفظاً لا كتابة على حركة آخر الاسم النكرة في حالة الرفع والجر والنصب، ونرمز إلى هذه النون الساكنة بتكرار حركة الحرف الأخير. في الفصل الأول تحدثنا عن الاسم النكرة، وقلنا أن الاسم النكرة هو الاسم الذي لا يدل على مدلول معين. الآن ما علاقة الاسم النكرة بدرسنا اليوم؟ سنقرأ النص ثم نأخذ الأمثلة لنتعرف ما هو الرابط بين التنوين والاسم النكرة. ها هو العيد يأتينا على عجل، السوق في زحمة شديدة والناس في مد وجزر، يدخلون المحلات ويخرجون منها، والأكياس المعبأة بالألبسة والأحذية والزينة والحلويات تتدافع في أيديهم، أرصفة المدينة تعج بالمتجولين، في حين تبدو السيارات كأنها سلسلة معدنية مترابطة تمتد على طول الشوارع ومتفرعاتها، سرعان ما تتحول ليلا إلى أضواء متشابكة تختلط بالأنوار المنبعثة من جوانب الطرقات والمحلات وأنواع الزينة المعلقة في الفضاء، كأن سماء مرصعة بالنجوم تبث نبأ سعيدا بحلول موسم الفرح والغبطة. لو نظرنا إلى هذا النص وأخذنا الجملة الأولى فيه، ها هو العيد يأتينا على عجل، السوق في زحمة شديدة. انظروا إلى كلمة عجل، هل هذه اسم نكرة أم معرفة؟ طبعا ستقولون لي أنها اسم نكرة لأنها منونة. ما كيف لفظنا هذه الكلمة؟ عجل بنون ساكنة في آخرها، نون ساكنة ولكن لم تكتب، وإنما الكسرة، حركة الكسر كررت مرتين في هذه الكلمة. أيضا السوق في زحمة شديدة، كلمة زحمة وشديدة، انظروا إلى التنوين كيف لفظ نونا عند الوقف، زحمة نون ساكنة، لم تكتب النون وإنما لفظ الكسر مرتين، زحمة شديدة، فهذا مثال عن تنوين الجر. نأخذ مثال آخر عن تنوين الرفع، السيارات كأنها سلسلة معدنية مترابطة. أيضا كلمة معدنية هذه صفة لسلسلة فهي مرفوعة مثلها، إذن حركتها الضم، ولكن قلنا معدنية بضمتين ونلفظ نون عند الوقف، فهذا هو التنوين الذي يضاف على اسم النكرة. أيضا تنوين النصب، الزينة المعلقة في الفضاء كأن سماء مرصعة، مرصعة. أيضا هذه الكلمتين سماء ومرصعة تنتهي بنون لفظا لا كتابة في الاسم النكرة، لذلك هذا هو تنوين النصب. هناك حالات لتنوين النصب. في تنوين النصب تزاد ألف في آخر الاسم النكرة لتوضع فوقها فتحتان، وتسمى هذه الألف ألف تنوين النصب. مثال سرت ليلا، انظروا إلى كلمة سرت ليلا، كيف أضفنا إلى كلمة ليل ألف وأضفنا فوقها فتحتين؟ فهذه هي القاعدة الأساسية في تنوين النصب، زدنا ألفا في آخر الليل الاسم النكرة ووضعنا فوقها فتحتين، ولكن هل هذه الحال تنطبق على جميع الكلمات؟ طبعا لا، هناك استثنى من هذه القاعدة بعض الكلمات، فالأسماء المنتهية بتاء مربوطة
تكتب على التاء فنقول الزينة المعلقة في الفضاء كأن سماء مرصعة بالنجوم. فكلمة مرصعة تنتهي بتاء مربوطة. أين كتب تنوين النصب؟ كتب على التاء المربوطة. أيضا في الأسماء المنتهية بهمزة مسبوقة بألف ساكنة. الأسماء المنتهية بهمزة ومسبوقة بألف ساكنة. كلمة سماء الزينة المعلقة في الفضاء كأن سماء، انظروا إلى كلمة سماء تنتهي بهمزة وقبلها ألف ساكنة، فكتب تنوين النصب على الهمزة مباشرة. أيضا الحالة الثالثة الأسماء المنتهية بهمزة بصورة الألف. الأسماء المنتهية بهمزة بصورة الألف، عندما قلنا تبث الزينة المعلقة نبأ، انظروا إلى كلمة نبأ هي اسم نكرة انتهى بألف بهمزة عفوا بصورة الألف، يعني كتبت الهمزة على الألف، لذلك يوضع تنوين النصب على الهمزة نفسها. هذا هو درس تنوين التنوين رفعا وجرا ونصبا. لدينا وظيفة صفحة 29، هذه الوظيفة يرجى كتابتها على دفتر التمارين. للتواصل على الواتساب من الساعة 6 إلى الساعة 8 مساء. دمتم بحفظ الله.